ربما كانت الغارمة هي كانت ثواني هي أول من وجه المجتمع إلى قضية الغارمات الإنسانية. الجهد وبيستعرضوا وبيستعرض قضية من أشد القضايا حساسية عندنا، وهي فكرة السجينات، خاصة السجينات الغارمات أو السجينات اللي ما عملوش جريمة، إن العوز والحوجة والفقر وقسوة الحياة هي اللي دفعتهم لأن هم يمضوا شيك أو يمضوا إيصال أمانة ويفاجئوا إنهم بقوا مجرمات ويتعاملوا كأنهم مجرمات، ولما حتى يؤدوا العقوبة ويخرجوا المجتمع بيرفضهم، ولا هم تجار مخدرات ولا هم عملوا أي فساد بالمليارات زي اللي نهبوا البلد، ولكنهم اللي ما يعني اللي واخده 1000 جنيه واللي واخده 2000 جنيه بيتحطم حياتها كلها بسبب هذا المبلغ البسيط في ظل ناس نهبوا البلد بمليارات. هذه القضيه قضيه انا بعتقد محتاجه المجتمع المدني كله ومحتاجه الدوله تنتبه لها. انا بتصور ان لابد كمان من تشريع يشوف ان اللي ينطبق عليها فكره السجينه الغارمه ما يتكتبش في وثيقه الفيش والتشبيه بتاعها انها عندها سابقه، لابد انها تشطب هذه السابقه لو ثبت انها غارمه مش معتاده للاجرام، مش معتاده كتابه شيكات. لابد ان الدوله كمان تكفل لهم حياه كريمه بعد ما يخرجوا، خاصه ان هم قضوا عقوبه في منتهى القسوه في جريمه الدوله نفسها مسؤوله عنها لانها ما مدتش يدها لهم في وقت كانوا هم محتاجين الدوله تمد ايدهم بيها. انا بتصور دي قضيه انسانيه، قضيه تستحق ان البرلمان ان هو يتصدى ليها بالتشريع، تستحق الدوله بكافه مؤسساتها انها تتصدى ليها، تستحق المجتمع المدني زي جهد الدكتوره نوال وجمعيتها انه يتصدى ليها ويساهم في اخراج هؤلاء يعني السجينات من السجن ودراسه ماذا سيفعلنا بعد هذه العقوبه. كمان مشاركه او دعم المخرجين او الفنانين الكبار للقضيه او المشاريع، شايف ان هو بيبقى ليه اثر ايجابي ان هي توصل اكتر؟ انا بشوف ان كل قضايا قضايا التنميه حتى مش القضايا الانسانيه اللي زي دي لازم المجتمع المدني يبقى فاعل فيها، لان الدول دلوقتي بتتجه لشراكه ما بين المجتمع المدني وما بين مؤسسات الدوله، فانا شايف ان القضيه ديت اولى بيها المجتمع المدني ان هو يشيلها على اكتافه ويجري ويخليها قضيه الناس كلها تحس بيها والناس كلها تتضامن من اجلها. انا بشوفها حاجه توجع القلب بجد، وبشوفهم عندي في دايرتي الست اللي محبوسه ب 2000 جنيه وبتتدمر حياتها وحياه ولادها عشان كتبت عشان تجيب دولاب لبنتها عشان تجهزها، فاتدينت فاتسجنت، يعني حاجات كلها تفاصيل صغيره بتدمر حياه اسر وممكن كتير جدا يمدوا يد العون ليهم لو عرفوا قضيتهم. فانا بتصور ان احنا محتاجين نحط سبوت عالي جدا على قضايا السجينات الغارمات. الدوله بدات تنتبه وبدات تساعد في ده، انا يعني بشد على ايدي اي حد يساهم في قضيه زي دي. شكرا.